السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم الدين والحياة. امبارح وانا قاعدة بالليل في البيت لوحدي النور قطع والكشاف كان فاصل. طبعا بقى ما اقولكوش على الرعب اللي أنا كنت فيه. قعدت استغفر واذكر ربنا، جمعت نفسي كده وقلت أروح المطبخ أدور على شمعة ولا حاجة تنور. طبعا بقى مش عايزة أحكي لكم عقبال بقى لما وصلت للمطبخ كان إيه اللي حصل. الدنيا ضلمة كحل، مفيش ولا شباك مفتوح، وطبعا ولا تكييف بقى ولا مروحة ولا حاجة. حاسة بقى بحر وخنقة رهيبة، مش عارفة ألاقي الشبشب علشان ألبسه. رحت طبعا حافية ماشية بالراحة عمال أحسب خطواتي وعدها، سكون مخيف حواليا، صمت رهيب، لا حس ولا خبر، وأنا لوحدي. وأنا ماشية في الطرقة افتكرت القبر والضلمة والرهبة. يا رب كفينا ضلمة القبر واجعله إن شاء الله كده يا رب نور علينا، وسعها علينا يا رب واجعلها روضة من رياض الجنة. بجد تجربة صعبة جدا ولحظات صعبة. شوية وصلت المطبخ نورت شمعة واستغربت من اللي حصل، ده أنا لسه صاحية وفي الدنيا والحمد لله ربنا مديني فرصة تانية عايشة وصحية وأقدر أعمل حاجات كويسة وأركز في حياتي عشان أستعد للحظة دي. بجد المشكلة إن كلها 5 دقايق والنور رجع، ورجعت معايا الحياة تاني، ولقيت بقى جرس الباب بيرن بتاع الدليفري جاي وجايب سحور، أدي له فلوسي يديني الباقي. رجع سيف وحمزة من بره، شغلوا التلفزيون، قعدنا واتسحرنا توتة توتة، خلصت الحدوتة ورجعنا للدنيا تاني، اتلهينا والزحمة وقرفها ونسينا القبر ونعيمه وغربته. واحنا مشاهدينا لسه مكملين معاكم سلسلة رحلة الدار الأخيرة اللي بدأناها أول رمضان، والنهاردة لينا واقفة مع القبر ونعيمه وعذابه، لكن بعد الفاصل. رمضان يا شهر التسامح، نرحم نكرم نسامح، سامحنا يا الله. اصبر خاطرنا يا جبار، اعتقنا يا الله. برحب بضيفنا دكتور عصام الروبي من علماء الازهر الشريف. اهلا وسهلا بحضرتك معانا، ومكملين في سلسلة حلقاتنا الدار الأخيرة واللي بدأناها من أول رمضان، ووصلنا النهاردة في حلقتنا عن القبر. يعني موضوع مش لطيف بيخوفنا شوية، أو يعني سبحان الله الحاجات اللي هي في علم الغيب بتبقى عقلنا يعني مش فاهمها، مش مدركها، مش مستوعبها أوي. فعايزين نتكلم مع حضرتك على رحلتنا بقى بعد الموت، ومن وقت ما احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت انه الانسان لما اهله بقى لحد ما بيموت واهله بيوصلوه في القبر. هنتكلم بقى النهاردة عن القبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد نبي الرحمة والمرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. بداية قبل أن نتحدث عن إثبات عذاب القبر ونعيمه، نتحدث عن مسألة هامة. أين مستقر الأرواح بعد الموت؟ بعدما يموت الإنسان أين تذهب روحه؟ أيوة. في أي مكان تكون؟ يعني أنا عايزة حضرتك من أول نقطة، خلاص أهله سابوه، نعم، وهو دلوقتي في القبر لوحده، نعم. أول حاجة بقى بتحصل إيه؟ يعني أنا كنت أود أن أتحدث عن أين مستقر الأرواح، لكن نذهب إلى موضوع الإنسان. يعني ناخدها من أولها. حاضر، من أولها. الإنسان حينما يموت روحه تصعد إما في عليين وإما في سجين. وبعد هذا الإمام مالك رحمه الله بيقول: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاء الله لها أن تذهب. والإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الروح باقية على أفنية القبر، لا تبرحه لا تغادره حتى تركب فيه مرة ثانية يوم القيامة للحساب. ولئما يقولون أرواح المؤمنين في عليين وأرواح الكافرين في سجين. وكما نعلم أن الأرواح تتلاقى وتتزاور، الإنسان بعدما مات يدفن، وهذه مسألة معروفة، فيكون مصيره إلى القبر، للقبر ضمة، وضمة القبر هذه لا ينجو منها أحد، لكنها تختلف من إنسان إلى آخر بحسب عمله الذي فعله في دنياه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه، وهو سيد الأنصار، اهتز لموته عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشيعه 70,000 من الملائكة.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. يعني ضم، شوف حضرتك قد ايه، رغم انه شيعه 70,000 ملك من الملائكة واهتز له عرش الرحمن، الا انه كان له مع القبر ضمة، ضم ضمة عليه ثم فرج عنه. ولما دفن ولده إبراهيم بن محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا إبراهيم بن النبي عليه السلام دفن، فرسانه قال: لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت منه هذا الصبي. فإذا دي مصير كل الناس، لكنها تختلف، لأن ربنا في القرآن بيقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا إنسان، يا مؤمن، يا مسلم، يا تقي، يا نقي، أيها الراكع، أيها الساجد، أيها التائب، أيها العابد، يا من كنت في معية الله، لا تخف ولا تحزن، كن آمنا وكن سعيدا. أنت الآن تنقل من ولاية الآباء والأبناء والأهل والذرية إلى ولاية ملائكة الله المقربين. أنت الآن تنتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، فبشراك لأن الله تعالى أوكل بك ملائكة كرام. سبحان الله، يقول الله: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وجئنا لكم بالبشريات وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أنت اليوم لست وحدك أيها المؤمن، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا يعني مما بعد الموت إلى أن تقوم الساعة. ولذلك يقول الله تعالى في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا التثبيت هنا منحة من الله، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وهنا نقول بأن الله تعالى أثبت في القرآن الكريم في أكثر من 30 آية قرآنية، أثبت الله تعالى فيها عذاب القبر ونعيمه. فحينما نتأمل قول الله تعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. في اللغة العربية اليوم هنا منصوبة على الحالية، اليوم يعني الآن، تجزون عذاب الهون، لم يقل ربنا ستجزون وإنما قال اليوم تجزون. إذن هذه الآية تثبت لنا فتنة عذاب القبر. أيضا حينما نتأمل قول الله تعالى في سورة الطور: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن هنالك عذابا، عذاب وعذاب دون العذاب. العذاب الأكبر إنه عذاب يوم القيامة، هذا للفجار وللطاغين وللباغين وللظالمين. والعذاب الأدنى إنه عذاب فتنة القبور بنص الآية القرآنية: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. في سورة السجدة التي نحفظها جميعا ونصلي بها في فجر ليلة الجمعة يقول الله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ففي بعض الناس يا أستاذ دعاء بيقول لك: لا قف، لعلهم يرجعون كان هذا في الدنيا، إلا إن سيدنا ابن عباس ترجمان القرآن قال فيها معنى رائعا غاية في الروعة، قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى إنه عذاب القبور، والعذاب الأكبر إنه عذاب يوم القيامة، حيث أذاقهم الله تعالى فتنة عند موتهم، وأيضا أذاقهم الله تعالى من العذاب الأدنى، لأن الله تعالى لم يقل ولنذيقنهم العذاب الأدنى، وإنما قال من العذاب الأدنى. إذن هذا من بعض العذاب وليس من كل العذاب. أيضا حينما نقرأ قول الله تعالى في سورة غافر: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الغدو والعشي لا يكون أبدا يوم القيامة، يوم القيامة أيام سرمدية ليس فيها صباح ولا مساء ولا ظهيرة ولا عصر. الغدو والعشي يعني الصباح والمساء يكون في أيام الدنيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إنه عذاب يوم القيامة. إذن يعرضون بمعنى يفتنون في قبورهم. اللهم عافينا طبعا آمين. كلنا يا رب، وإحنا أكيد طبعا كلنا عندنا أمل دايما في رحمة ربنا، ودايما عندنا مستبشرين وعندنا يقين بالله إن ربنا يعافينا من العذاب، وبنعمل على قد ما نقدر علشان خاطر ننول رحمة ربنا ورضا علينا. ومعنا تليفونات، نبدأ ناخد أول تليفون. أم كنزي، أهلا وسهلا.
السلام عليكم، ازيك يا مدام دعاء؟ اهلا وسهلا بيك يا حبيبه قلبي. ازيك يا حبيبتي، اخبارك؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. ممكن بس اسال الشيخ على حاجه؟ اتفضلي. اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك يا شيخ، انا دلوقتي كان في مراهق، كانت يعني احنا ثلاث بنات. تمام. ماشي؟ فاختي مشت الساكن، اديته 40,000 جنيه، وبعد ما قالت لي ان هي هتدينا الفلوس، بعد كده راح قالت لا ما لكمش حاجه، ده الشقه انا خلاص خلصتها. تمام. معايا يا شيخ؟ مع حضرتك. فبعد كده انا عايز اعرف ان انا هي انا اللي ظلمانة واختي الثانيه، ولا هي اللي ظلماني؟ يعني حضرتك اجرت الشقه، او مثلا باعت الشقه، او اخذت خلو كما نقول. لا حضرتك، الشقه كان في بيت والدي. تمام. ماشي، فهي قالت انا يعني هاخد الشقه دي عشان انا محتاجاها. فادت الساكن 40,000 جنيه، وبعدين قالت انا بقى هديكوا اخلصكوا حقكم. تمام. بعد ما خدتها وخلاص وخلصت وقعدت فرح، قالت خلاص ما لكمش حاجه، دي الشقه انا خلصتها مع الراجل. وحضرتك ليكي شقه في بيت والدك واختك كذلك، ولا مالكمش شقه؟ لا مالناش اي حاجه، كانت هي الشقه دي المراس بتاعتنا. تمام. لا واجب عليها ان تسترضيكم، لانها اخذت حقكم. هي الان دفعت 40,000 للساكن ومشيته واخذتها، بالتالي بقيه الوارثين لهم حق في هذا، فعليها ان تسترضيهم جميعا حتى تبرئ ذمتها بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن ما تفعله الان هذا يسمى استحواذ او غصب للمكان. أخذت المكان، دفعت بعض القيمة وليست كل القيمة، وجلست في الشقة، وبالتالي الباقون لم يأخذوا حقوقهم. ونقول للناس، يا ناس لو سمحتم تأملوا قول الله، تلك حدود الله، وقول الله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. المال الحرام والله لا ينفع أبدا، لأن الحرام ما دخل بيتا إلا خربه، وما دخل الحرام جوفا إلا أفسده، وما دخل الحرام على أولاد إلا ضيع مستقبلهم وشردهم وأتلف عقولهم وأفسد أخلاقهم. وحقوق العباد فيما بينهم والله ثم بالله لا تسقط أبدا إلا بالأداء أو الإبراء، إما أن تؤدي الحق إلى أصحابه، وإما أن يبرئك صاحب الحق ويتنازل عن حقه حتى تلقى الله وهو راض عنك. لكن الأمور تؤخذ كذا غلابا وبالقوة أو بالظلم، هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فاطمة أهلا بيك. أهلا. اتفضلي. كل سنه حضرتك طيبه. وانت طيبه يا جميله. بس عايز اسال الشيخ سؤال. اتفضلي. اتفضلي. بعد اذنك يا شيخ، دلوقتي انا والدتي كانت نايمه. نعم. فصحيت كان جنبها ازازه ميه، فهي بعد كده اكتشفت ان الفجر كان قبل. نعم. بنتك؟ فهي كملت. ماما. ماما. فهي قالت ان هو صيامها مقبول ولا لا؟ تمام، حاضر، ماشي يا حبيبتي. لا بصي، الصوت بيقطع. ايوه، بقول لحضرتك دلوقتي، وفي واحده صاحبتي، معايا حضرتك يا شيخ. طيب، واحده صاحبتك ايه؟ واحده صاحبتي كان نزل عليها الحلم. لا بصي، مش سامعين. معلش، حاولي تكلمينا تاني. سؤالها بقى، مامتها غلطت وشربت. والدتها الكريمة قامت من النوم فظنت أن الفجر لم يؤذن بعد فشربت. هي مفطرة، عليها أن تكمل بقية يومها. ومن أكل أو شرب خطأ وجب عليه القضاء، بخلاف النسيان. من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه ناسيا. نحن نفرق بين النسيان وبين الخطأ. الناسي لا شيء عليه. طب والمخطئ؟ من أكل أو شرب بعد أذان الفجر أو قبل أذان المغرب، نقول له أنت مخطئ. طالما أنه أخطأ يلزمه القضاء، أما الناسي لا يلزمه شيء، وكلاهما عليه أن يتم صومه. يعني مش معنى بقى أنه مثلا أنا أكلت أو شربت مخطئا أقعد أكل بقى وأكمل بقية اليوم، ده خطأ. عليه أن يكمل بقية اليوم صيانة لحرمة شهر رمضان، وعليه بالقضاء مرة ثانية. تمام. أستاذ أحمد أهلا وسهلا. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضل. انا حضرتك، يعني هو حصلتي انا دلوقتي سني تقريبا 59، بس حصل لي وانا سني 14 سنه وانا سني 30 سنه رايت الحبيب عليه الصلاه والسلام. استوسلم في المنام يعني. اي نعم. مش عارف هل يعني ايه، يعني مره على بعد، يعني كأني في الصحراء وهو على بعد زعلي، واخذت حضرتك مجرد بس ان انا اقولها غصب عني مش ماسكه حضرتك. ومره ثانيه كنت انا اصلا في الخارج، ف
لقيت حد بيحط ايده على كتفي، فببص الناحية التانية لقيته، رغم انه يعني في ناس يقول لي هو سنه السن قد ايه، يعني هو كأنه شاب في 35 او 40. نعم. وكان حتى يعني عايز اعدي وخايف، لكن بيقول لي يعني بيخبط على كتفي بيقول لي ما تخافش يعني من غير كلام. أيوه. بس يعني ايه التفسير، ما يعني ما رايكم في يعني ايه حكم اللي هي رؤيه الحبيب عليه صلى الله عليه وسلم؟ هو طبعا هذه بشريات طيبات، فمن راى رسول الله في المنام فقد راه حقا، لان الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي ان تكون هذه الرؤيه صحيحه، بمعنى أن يراه بأوصافه وليست بنعوت أخرى غير الأوصاف المعروفة والمشتهرة بين الناس. ورؤيا السلام تظل ملازمة للإنسان طوال حياته، لا ينسى منها شيئا، فإن نسي منها شيئا فهي من الشيطان. هذه الصورة التي رآها يعني هي صورة واقعية، ليست صورة خيالية، يعني تظل قابعة مصورة ماثلة أمام عينيه، كصورة ابني مثلا أو ولدي أو زوجتي، الإنسان يعرفها يعني يصفه ويعرف ما فيه كذلك. لكن الذين يرون السلام رؤيا عابرة دون أن يحددوا ملامحهم فهذه ليست رؤيا. الذين يرونه ومع هذا يرونه من الخلف أو يرونه من وراء حجاب، هذه ليست رؤيا. الرؤيا الصحيحة ينبغي أن تكون وجها لوجه، ويا حبذا لو كان فيها مراسلة أو كلام أو خطاب أو مشافهة ما بينه وبين النبي عليه السلام، وهي من الله وليست من الشيطان. فاطمة أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحتي أنا عايز أسأل الشيخ بس عن حاجة. اتفضلي. هو أنا عندي كنت متجوزة في شقة، بس أنا عشان المشوار بعيد عن جوزي فقفلتها وبس فيها حاجتي، وقعدت في شقة تانية. تمام. فالشقة دي أطلع بقى عليها زكاة وكده؟ يعني الشقة اللي حضرتك تزوجت فيها مغلقة؟ بس فيها حاجتي. وفيها حاجتك، وسعادتك ساكنة في شقة أخرى. ليس عليها زكاة، لأنها مملوكة لك وحضرتك تستعملينها في بعض الأيام، أو حتى وإن لم يتم استعمالها فيها حاجة حضرتك، فهي مملوكة على ذمتك، ليست فارغة حتى تكون كنزا فيجب فيه الزكاة، فبالتالي لا زكاة عليها إن شاء الله. طب معلش، وجوزي برضو معاه دكان برضو بيشتغل فيه، ده برضو عليه زكاة ولا لا؟ الدكان نفسه أو المحل ليس عليه زكاة، الزكاة على عروض التجارة. هو المحل ده بيتاجر في إيه؟ ما الأشياء الموجودة فيه؟ فعليه أن يقومها لا. كل عام، وأن يضيف عليها الأرباح، وأن يخرج عن الكل 2.5%. تمام. أستاذ أحمد أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. والله كنت عايز أسأل الشيخ على موضوع خاص بموضوع عذاب القبر، لأن أنا شفت الإمام الشعراوي في مقطع فيديو في أواخر أيامه يعني. تمام. كان بيقول إن ليس هناك حساب، ليس هناك عذاب. أيوه. إلا بعد الحساب. أيوه. وإن اللي بيحصل في القبر بيكون رؤية للناس، الواحد الصالح بيشوف يعني مقعده يعني من الجنة، فبيبقى مبسوط جدا، وده في حد ذاته ده يعني إيه حاجة كويسة ليه. أما التاني حاشا الله يعني اللي هو الوحش، ربنا يعافيه، بيشوف مقعده من النار، فبيفضل يعني إيه لغاية يوم القيامة هو خايف ومرعوب وكل الـ يعني الـ 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 الشعور الوحش ده فيه. أيوه. لكن إن عذاب القبر أنا أعتقد إن كلام الشعراوي كان، أنا آسف يعني، مخالف لكلام الشيخ، فأنا عايز أعرف نفس المعنى. أنا لم أقل كلاما مخالفا. تمام. أنا قلت كلاما موضحا وأثبتت فيه بالأدلة القرآنية أن إثبات عذاب القبر ونعيمه موجود بنص القرآن والسنة، لكن أنا لم أتحدث عن كيفية العذاب أو عن ماهيته، ولم أذكر شيئا من هذا مطلقا. أنا ضد هؤلاء الذين يتحدثون ويقولون مسألة كذا وكذا وجمهر من النار وهلم جرى، أنا لا أتحدث عن هذا، أنا فقط أثبت ما أثبته الله تعالى في القرآن الكريم في إثبات وجوده
دون أن ننفيه. أما عن كيفية العذاب أنا لم أتحدث عنها، وأنا معك أن نتكلم دلوقتي عنها، لأن هي فعلا النقطة دي اللي بتعمل يعني بلبلة أو الناس يفتكروا أن في خلاف، مع أن هو نفس الكلام. هو الشيخ الشعراوي قاله بالضبط، هو نفس الكلام، هو فسر أن هي فعلا مش عذاب زي ما في ناس، بعض الناس كانوا بيخوفوا أو بيقولوا لا هو مش كده، هو إحساس زي ما حضرتك دلوقتي ممكن يعني حضرتك ممكن تفسر حتى القرآن الكريم الكيفية. حتى القرآن الكريم نفسه في سورة التوبة ذكر لنا شيئا من هذه الكيفية. قال إيه ربنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، المفسرون يقولون إما أنهم يعذبوا على أيدي المؤمنين، أو يعذبوا في سكرات الموت ونزعاته، أو يفتنون في قبورهم. كيفية الفتنة الله تعالى أعلم بها. شوف كلامنا واضح جدا، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ولذلك الآية القرآنية في سورة التوبة يقول الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يبقى إذن في تعذيب بالمال وتعذيب بالولد، ولعلنا نرى هذا واضحا. كم من إنسان معه من المال الكثير والكثير وكان ماله سببا في شقاوته وتعاسته طبعا. وكم من ولد أتعب أباه وأتعب صح. أمه وجر عليهما ويلات صح. من الحزن. هذا بنص القرآن فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. نفس الآية القرآنية سنعذبهم مرتين. فنحن يعني نحن بفضل الله تعالى في ناس يا أستاذ عشان نبقى واضحين بما يرضي الله ينكرون هذا كلية. لا نحن لا ننكره لأنه ثابت بالأدلة القرآنية وبحديث النبي عليه السلام حينما مر عليه السلام على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كثير أو في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرؤ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. السؤال كيفية العذاب هل هي معلومة؟ الله تعالى أعلم بها دون أن نخوض في تفسيرها أنها أهوال وأنها نار تلظى. لا 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 لا، الله تعالى أعلم بها. قد يكون هذا العذاب أن دي كلها سبحان الله غيبيات بالضبط. كل الحاجات دي يعني هي كل التفاصيل هي مجرد تفسيرات احتمالات توقعات، لكن هي سبحان الله الله أمور أعلم غيبية. أمور غيبية. لكن التفسير اللي هو كان بيسأل عليه بتاع الشيخ اللي هو العذاب المعنوي اللي هو المعنوي، انه الواحد لما بينزل في القبر بيشوف مقعده من الجنة او بيشوف مقعده من النار، وهذا ما كناه من خلال هو ده اللي احنا قلناه. ما هي دي النقطة اللي هي دي تفسير الآية اللي حضرتك قلتها في الأول، بس هو عشان كده أنا بقول لحضرتك يعني أنه توضح إجابة السؤال دي ولكل المشاهدين الكيفية بقى، عشان هي دي اللي بتعمل الاختلاف. كيفية العذاب الله تعالى أعلم بها مطلقا، لكننا نؤمن أن هنالك عذابا معنويا ونعيم، وهنالك نعيما نعيم معنويا يعني ننسهوش. النعيم المعنوي، لأن الحديث واضح القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وهذه مسألة في واقع الحياة معروفة. تعال حضرتك معايا كده وكل السادة المشاهدين، أنا الآن نايم في بيتي على أريكتي على سريري وتحت راس المخدة كما نقول، ربما أحلم وأرى في نومي أنني أكل فاكهة أو ثمرة، أو شاب مثلا يحلم أنه يتزوج فتراه مسرورا وسعيدا ومستبشرا ويقول لك ليه صحتوني من النوم، يا أنا كنت في حلم جميل غاية في الروعة. هذا نعيم معنوي، هذا نعيم. وآخر قد يرى في منامي مثلا أن ثعبانا يريد أن يلدغه أو أن إنسانا يريد أن يقتله، فتراه يعرق جبينه وهو نائم ويتقلب يمنى ويتقلب يسرى يقول لك يا الحمد كبوس. لله كبوس حاجة كبوس. صعبة حاجة فظيعة. احنا هنروح بعيد ليه؟ ما هو الشيء المعنوي موجود ونراه ونحن ما زلنا في عالم الحياة، فما بالنا حينما ننقل إلى الله تعالى في الحياة البرزخية. فنحن ننكر على الذين ينكرونه كلية، نقول لهم اتقوا الله لا تنكرونه، ولكننا نتحدث عن الكيفية. ما ينبغي لنا أن نخوض بأحاديث ضعيفة أو بآثار غير موثقة فنخوض مع الخائضين، وبالتالي نعطي الناس صورة سوداوية عما ينتظرهم، من كأن الله تعالى خلقنا في هذه الحياة ليسود حياتنا، كأن الله خلقنا في هذه الحياة ليفترسنا بعد الموت. لا والله، بالله تربنا بيقول في القرآن بالله.
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم؟ يقول الله يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يقول الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فرحمة الله أوسع لكل مخلوق. ربنا يرحمنا رحمة واسعة يا رب جميعا يا رب، ويخرجنا من الدنيا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضلي يا حبيبتي. ممكن أسأل سؤال بس الشيخ؟ سؤال. تفضلي يا أستاذة. بقول لحضرتك دلوقتي في بيت ماما وخالتي، هم أختين بس. تمام. في بيت يبقى بتاع ستي أنا أمهم. تمام. تمام. في دلوقتي شقة في البيت فاضية، مامتي عايزة تاخدها لأخويا، فهتدفع حقها هي لوحدها. خالتي ليها في الفلوس دي تدفع نصها لخالتي ولا زي ما هتدفع للراجل؟ يعني دلوقتي لو الراجل عايز 40 تدي خالتي 20 من ال 40 يعني تدفع 60، ولا خالتي مالهاش؟ لا، خالتك لها فيها لأنها وارثة، فننظر ثمن الشقة كم قد إيه، وهذا الذي يريد أن يخرج أو أن يدخل مثلا أو سيأخذها عايز كم؟ نعطيه نصيب الأم كذا، نصيب الخالة كذا، نطرح هذا من ذاك، وتأخذ الخالة كامل حقها بإذن الله تعالى. مسألة واضحة جدا ومألوفة ومعروفة. أم إسلام أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ؟ عامل إيه؟ يا أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بيك. حضرتك أنا كنت عايزة أسأل سؤال. أنا طبعا متجوزة ومعايا 4 أولاد. تمام. أكبر عيل في أولى إعدادي وأصغر عيل لسه في كيجي. ربنا يبارك. حضرتك الله يخليك. حضرتك كان جوزي كان صدر مني يعني خطأ واتخانقنا مع بعض، وقال يا رب تعال يا رب دي محرمة عليا وكده، الكلام ده من 9 شهور. فأنا دلوقتي في الشقة قاعدة بالعيال، هو متجوز عليا 2 طبعا بيروح لهم وما بيجيش. أنا بحب إن التحريم ده طلاق ودي خلاص محرمة عليا، ما ينفعش إن أنا أروح لها، فبيبعتني مصاريفي عن طريق ناس وكده يعني. فأنا دلوقتي قاعدة، هو كان يعني كان كل ما يتخانق يرمي أنت طالق أنت طالق، فكان في 3 خناقات رمى الطلاق 3 مرات، فالمفروض ده رابع تحريم. فأنا مش عارفة، فبيقول أنا كده كده كنت مطلقها 3 مرات وده الرابع، يعني كده كده هي مطلقة عليا وما تجوزليش، وأنا مش عارفة أنا مطلقة ولا متجوزة ولا إيه بالظبط، معرفش. تمام، أشكرك. وما رحتوش مثلا سألته في دار الإفتاء ولا هو سأل الشيخ أو أي حاجة زي كده؟ هو مش راضي يسأل وكده، هو مش عايز يسأل. هو معرفش، الله أعلم كم. هو أقر بأنه طلقها 3 مرات. مش عايز. إقراره أنهى كل شيء. خلاص المسألة انتهت كلية، ليس بعد كلامه كلام طالما أنه أقر وصدر الكلام من لسانه فالمسألة معروفة. أما كلمة أنت محرمة علي، هذه بتختلف من إنسان إلى آخر ومن بيئة إلى بيئة ومن زمان إلى زمان. بمعنى لو إنسان جاهل أحمق مش فاهم يعني إيه، فبقول أنت محرمة علي، نقول له تعالى ماذا تقصد بالتحريم؟ قال لك الطلاق، يبقى ده طلاق كنائي يحتاج إلى نية. لو فيه نية فعلا يقع الطلاق. لو قصد أنت محرمة علي ظهارا يعني كأمه ظهارا، يبقى عنده كفارة الظهار، عتق رقبة مش موجودة، بعليه أن يصوم 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فأطعامه 60 مسكينا. إن قال هذه الكلمة أنت محرمة وسكتا فقط وأراد تهديدها أو تخويفها، فهذا يسمى إيلاء، عليه أن يعود إليها قبل أن تنتهي 4 أشهر، لقول الله للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. تمام، يعني هي تعتبر علشان هو قال 3 مرات بإقراره 3 مرات بانت منه مطلع. بينونة كبرى، بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره طالما أنه أقر بأنه طلقها 3 مرات وهي ليست على ذمته. لو هي عايزة بقى يطلقها رسمي بقى عشان حقوقها طبعا حتى تأخذ وما تبقاش متعلقة كده. نعم. طيب أسماء أهلا وسهلا. أهلا حضرتك. وسلامة، اتفضلي يا حبيبي. الله وبركاته. لو سمحت انا كنت عايزه استفسر عن حاجه. عمته دلوقتي جوزها متوفي واخدت المعاش بتاع جدتي الله يرحمها، وانا بابايا قاعد بقاله سنين كتير، فراح برضه طلع المعاش واخد المعاش وقسمها في المعاش. فدلوقتي عمته عامله قرض، والمفروض ان كده بابا خصم من معاشها لبابا يعني.
فكده هو بابا هياخد المعاش يعني خصم منها وهي كده عليها قرض. فبابا قال لها لا خلاص ما تزعليش، انا هدفع لك انا القرض وخلاص، ماشي حياتك زي ما انت كنت ماشي، انا هدفع لك القرض زي ما ايه خلاص عشان هي كانت عامله قرض. هل بابا كده ملزوم بحاجه تاني؟ وهل هو غلطان كده بالنسبه في الشارع يعني معاها ولا لا؟ تمام. يعني بابا كده ظالمها ولا لا؟ ولو تمام. في حاجه تاني بابا يعملها او مش المفروض او كده؟ هرد على حضرتك. حاضر. ابوك لم يفعل شيئا خطا، الدولة قررت له معاشا في ظروف معينة أو استثناءات معينة، أخذ حقه من الدولة. جميل. مسألة أنه قاسمها في المعاش هذا حقه. هذه قوانين وضعتها الدولة لما أو لمن تتراءى فيهم أنه يستحق هذه الإعاشة، فبالتالي هو حينما قاسمها لم يفعل شيئا خطأ. هو الآن يتطوع من تلقاء نفسه أن يسدد عنها قرضها. نقول له شكرا، بارك الله فيك، عمل طيب وربنا إن شاء الله يجعله في موازين حسناتك، رغم أنك غير ملزم به. مش واجب عليك أن حضرتك تفعل هذا، لكنك تفعله تطوع أن تفعله من باب صلة القرابة. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فنحييه على هذا الفعل، وليس واجبا عليه أن يفعله. وحينما شارك في المعاش هذا حقه، فما فيش داعي بقى ان مثلا، ودي رساله لما بتكون بنت بتاخد معاش او ابن بياخد معاش وياتي اخوه مثلا يشاركه في المعاش فيزعل ويقول لك ازاي واخذ حقي، هذا ليس حقك خالصا لك. حينما قاسمك ايضا لانه صاحب حق في هذا المعاش وفقا للقوانين التي سنتها الدوله. حقكم انتوا الاثنين. نعم، حقهم الاثنين. طيب معنا تليفون. ناهد، اهلا وسهلا. السلام عليكم. ممكن اكلم فضيله الشيخ بعد اذنك؟ طبعا اتفضلي. فضيله الشيخ، انا كان ليا والدتي كانت يعني شبه مشلوله 3 سنوات، وانا كنت بخدمها واحميها والبسها وكل ده، ولو كنت اتبرفي شويه عليها اقول لها سامحيني تقول لها انا مسامحاكي. وبعدين لما توفت رحت عملت لها عمره، ودايما بقرا القران واوهب ليها واسبح واوهب ليها. انا كنت بدعي ربنا ان ربنا يوريني اي حاجه علامه انه راضي عني ولا اي حاجه. فنمت شفت والدتي جايه بتنشر الغسيل، وهي من الدور العاشر وهي بتنشر الغسيل، فوقعت من فوق. الرؤية دي مزعلاني وببكي بكاء شديد جدا، ومش عارفة معناها ايه. يعني يا ترى هي زعلانة مني ولا في حاجة، برغم اني ما قصرتش في حقها في حياتها خالص. لا، انت قصرتي في حاجة معينة. انا مش برتاح وما بنامش خالص بسبب الرؤية دي. حضرتك وقعت بس هي وقعت تحت سليمة يعني. طيب جميل، بس خليكي معايا. حضرتك قلتي في خلال المداخلة بان حضرتك احيانا كنت بتتنرفزي عليها او تزعقي وبعدين ترجعي مرة ثانية وهي تسامحك. كان ينبغي لك ألا تفعلي هذا أبدا، مهما كان من خدمة، حتى ولو وضعت حذائيها فوق رأسك، حبا وطوعا ورحمة ورأفة وعطفا وحنانا وشفقة. لا أمل ولا أكل أبدا من خدمة والدي مطلقا، ولا تكن لهما أف ولا تنهرهما، هكذا قال الله تعالى. فما فعلتي خطأ. طب ولحضرتك عملتيه طوال هذه الخدمة الجميلة، بارك الله فيك، شيء طيب وشيء جميل وشيء عظيم، وإن شاء الله ربنا يكتبه لك في موازين حسناتك، وباب عظيم من أبواب الجهاد، ففيهما فجاهد. أنت جاهدتي في أمك. مسألة الرؤية حضرتك شيء أكيد 100% حاسه انك ندمانه على المواقف البسيطه التي كنت تفعلينها، فالعقل الباطني شغال مع حضرتك اكثر واكثر، لذلك ارتأيت هذه الرؤيه، فهي رؤيه خاضعه لعمل العقل الباطني والجهاز العصبي، بعيده كل البعد عن مصير الام. هل هي ممن رضي الله عنها او لم يرضى عنها؟ الله تعالى اعلم. هل انت ممن رضي الله عنهم وتقبل الله منك ام لا؟ الله تعالى اعلم. لكننا نقول لك احسنتي، والله تعالى يعطيك على القليل كثيرا، وثواب الله تعالى ارحم واوسع لكل الناس. يعني ما تقعدش بقى تشغل نفسك. لا لا، ما تشغلش نفسك، هتحلم تاني. انا طالما عندي استعداد في حاجه في العقل الباطن بقى، عندي استعداد نفسي ان انا اوقظ العقل الباطني. كل ما انا اعاني سوف اراه. اللي بيخاف من العفريت بيطلع له كما نقول. طيب احنا هنروح لفاصل ونرجع تاني مشاهدين نكمل حلقتنا، خليكم معانا. رمضان يا شهر العبادة، طاعتنا سر السعادة، اقبلنا يا الله، خير اكرمنا يا معكم مره ثانيه مشاهدينا على الهواء مباشره، ومكملين حلقتنا وسلسله الدار الاخره، وبنتكلم النهارده عن القبر.
احنا عايزين نعرف من حضرتك انه ايه اللي يخليني ابقى يعني ضامنه او على قد ما اقدر ضامنه انه بعد الموت يكون في عندي نعيم في القبر ورضا من ربنا عليا. نعم. بدايه تقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله يفتح الله تعالى بها كل الابواب المغلقه. تقوى الله يقضي الله تعالى بها كل الحاجات، ويفرج الله تعالى بها كل الكرب، ويزيد الله تعالى بها كل الهموم. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يعني يرى كل أموره ميسرة في الحياة وبعد الموت. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. تخيلي حضرتك مصباح، فرقانا مصباح. الإنسان لما يكون في ظلام أو نور انطفى مثلا، فمحتاج شيء كده يعني يرى في ضوئه. أنا بتقوى الله سبحانه وتعالى أسير في ظلالها حتى أصل بها إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. بتقوى الله ينور الله تعالى قلبي وقبري وحياتي ودنياي وآخرتي. بتقوى الله أكون من الفائزين. والآية القرآنية واضحة: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ثانيا، الاستقامة على منهج الله. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثالثا، العمل الصالح. العمل الصالح يقول تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ستلقى ربا كريما غفورا رحيما وهو راض عنك، وسوف يكون هنالك ملائكة كرام ينتظرونك عند الموت ليأخذوا روح الإنسان حتى يصلوا بها إلى عليين. وهذه الروح إنما تخرج من البدن، سبحان الله، إنها روح إيمانية طهور، إنها روح عاشت في معية الله. لذلك ملائكة السماء تسلم عليها ملكا ملكا، ولا يزالون يسلمون عليها ويسلمون عليها حتى تصل إلى قول الله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. وأيضا سوف يكون يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ليرتشف منه، وسوف يكون ممن يسقى من يد رسول الله، وممن يسقى من يد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وممن ينادون من قبل الله: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. حقا إنه مسك الختام. لماذا؟ لأن حياتهم كانت كريمة طيبة، لأنهم عبدوا الله تعبدا ورقا، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يوم القيامة يكونون من الآمنين، حتى بعد مماتهم يقول الله: وهم من فزع يومئذ آمنون. فالإنسان بيفزع عند الموت، لكن حينما يعني تأتيه البشريات. ولعلني أذكر لحضرتك في هذا المجال قصة جميلة جدا رائعة. أحد الصالحين وهو يموت قال ثلاث كلمات: قال: يا ليته كان جديدا، وقال: يا ليته كان كاملا، وقال: يا ليته كان طويلا. فتعجب الناس، فمات هذا الرجل، فرآه أحد أصحابه في المنام فقال له: يا فلان، لقد قلت ثلاث جمل لا نفهمها، قلت: يا ليته كان جديدا، ما معنى؟ ويا ليته كان كاملا، ما معناها؟ ويا ليته كان طويلا، ما معناه؟ قال له: يا فلان، رأيت يوما إنسانا فقيرا فقيرا، وكنت ألبس ثوبين جديدا وقديما، فخلعت القديم فألبسته إياه، فوجدت ذلك الثواب العظيم الذي كافأني الله تعالى به في سكرات موتي، فرأيته ثوابا عظيما كبيرا واسعا، فقلت: يا ليته كان جديدا، أي ليتني أعطيته الثوب الجديد مكان القديم. قالوا: وقلت: يا ليته كان كاملا. قال: نعم، في يوم ما رأيت فقيرا يحتاج إلى لقمة عيش، وكان معي رغيف، فقسمته بيني وبينه، أخذت نصفه وأعطيته نصفا آخر، فرأيت الثواب العظيم الذي أعطاني الله إياه، وجدته كثيرا، فقلت: يا ليته كان كاملا، أي ليتني أعطيته الرغيف كله كاملا دون أن أقسمه معه. قالوا: وقلت: يا ليته كان طويلا. قال: رأيت يوما أعمى يتخطى الطريق، فأخذته من يده حتى أوصلته إلى
طريق آخر، فرأيت هذا الثواب العظيم الذي كافأني الله تعالى به على مسعاي معه، فقلت يا ليته كان طويلا، أي ليت الطريق طال وكان طويلا أكثر وأكثر حتى أخذ ثوابا أكثر وأكثر. فنقول لأي إنسان ما تفعله في دنياك سوف تراه في أول نزعة من نزعات الموت، وسوف يكون سببا في راحتك بعد مماتك. فعلينا أن نتزود من الأعمال الصالحات حتى ينور الله تعالى بها علينا قبورنا، وحتى نلقى الله وهو راض عنا. طيب ناخد تليفونات. نادي، أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ معاك يا حبيبتي. انا جوزي كنت مدياله فلوس وكده، واتفق معايا ان هو يدهاني مثلا فلوس مبلغ بمبلغ مثلا، فجيت خانق معايا وقال لي لا، او حلف بالطلاق ان انا مش هديك الفلوس. فهو بيدهاني عادي كل شهر الفلوس زي ما هي، فمش عارفه ان الحلفان دوت انا ايه منه. يعني ايه مبلغ بمبلغ؟ يعني اخذ منك النقود في مقابل انه يزودك عليها كل شهر مبلغ معين زياده فوقها، ولا يردها لك على مرات؟ او يردها لي على فترات مثلا. اخذها قرضا حسنا. اخذها انا مثلا، قال لي انا عايز مثلا 5000 وقلت له خد مثلا. تمام. فقال لي هديكوا كل شهر منهم مبلغ. فجيت لما اساله ان انت هتاخدوا الفلوس ايه وكده، فهو مش عاجبه كده يعني، فراح حالف بقى بالطلاق ان انا لا مش هديكي بقى الفلوس وعليا الطلاق والكلام ده. فهو بعد ما هدي بقى بيديها لي زي ما هي كل شهر، فانا مش عارفه الحلفان ده بقى ايه. طب هو دلوقتي بيديها لك؟ بيديها لها كل شهر. عمل جمعيه بتقول وبيديها لها كل شهر، فهي بتسال على حلفان الطلاق ده بقى. هو خلاص حلف ان هو ما يديهاش وبيديها؟ لا طبعا، ما حتى ولو حلف هو حلف على معصيه، وحلف على ان ياكل حقها ومالها بالباطل، وهذا لا يرضي الله. يقول الله يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. هو انا عشان حلفت والله ما اعطيك الفلوس، انت صاحب حق لابد ان ادفعها، ذمتي معلقه، عشان ربطها بطلاق ملهاش علاقه. حتى لو حلف بالعظيم، حتى لو حلف على كتاب الله، لابد ان يترك هذا الحلف لقول الله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. هذا يمين اساسا غير منعقد، لانه يمين باطل، انعقد على باطل. فهو يعني ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم. هو عليه ان يدفع لها حقها وأن يستسمحها في التأخير لأنه أخر عنها. وأما مسألة الطلاق نقول للناس يعني اتقوا الله عز وجل في أيمانكم، بين الحلال والحرام كلمة، بين ما أحل الله وما حرم الله كلمة، يعني إلى الله المشتكى. أسماء أهلا وسهلا. ألو السلام عليكم. عليكم وبركاته. لو سمحت انا بس اسال فضيله الشيخ، هو انا اخترت القران ليا وهبته لابويا، بس ابويا متوفى وهبته ليه؟ فانا مامتي يعني عايشه بس ما بعرفش تقرا وتكتب، يعني هل ينفع يجوز يعني انا اختم القران ليها يعني من تلك البر؟ ماشي حبيبتي. تمام. هو ختم القران للمتوفى ان شاء الله يجوز، رحمه الله تعالى اوسع ومقبول باذن الله، لان القران ما هو الا دعاء وقربه لله سبحانه وتعالى. لكن أن نقرأ القرآن للحي وهو ما زال على قيد الحياة، هذه مسألة أرى فيها عدم الجواز. الصح أن نعمل إيه؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، أدعو لها دعوة. أنت حضرتك عليك أن تدعو لوالدتك دعوة كريمة، عليك أن إن كان في مقدورك أن تفعلي، افعلي لها صدقة جارية، افعلي لها شيئا من نهر الحسنات الجاري، افعلي لها صدقة خفية حتى ولو بكلمة طيبة، هذا هو المطلوب. لكن أن يقرأ الإنسان القرآن نيابة عن إنسان آخر ما زال على قيد الحياة، فهذه مسألة غير جائزة، والله تعالى أعلم. ريهام أهلا وسهلا. السلام عليكم. حضرتك يا شيخ، احنا عندنا فلوس في البنك تعدي 28,000 بس ما تكملش 85 جرام ذهب، عليها زكاة ولا لا؟ ليس عليها زكاة، طالما أنها أقل من 84 جراما من الذهب عيار 21 ليس عليها زكاة. تمام. معنا تليفون. جيهان اهلا وسهلا. جيهان من اسكندريه. اهلا بيكي، اتفضلي. انا كنت بس عايزه اسال استاذنا على حاجتين. الحاجه الاولانيه وهي عذاب القبر، حضرتك يعني الواحد ازاي يحس ان يعني باحساسه بان في الاخره ربنا هيبقى راضي عنه، يعني او ازاي هو بيلاقي حاجه كويسه من علامات عذاب القبر، من علامات رضا ربنا. نعم. حاجه ثانيه بقى، حضرتك بتتكلم عن الام،
الام انا عندي ام بتفرق ما بين الولاد ما بين الولاد يعني اللي ما يعني انا حاسه ان رغم ان انا جميله معاها وبعمل لها كل حاجه تساعدها الا انها ما بتتعاملش معايا زي ما بتتعامل مع اختي الثانيه مثلا. وانا حاسه قدام ربنا ان انا يعني راضيه على اللي انا بعمله معاها تماما، راضيه على اللي انا بعمله معاها تماما من سنين طويله. ومع ذلك انا شايفه ان في يمكن لان انا عندي احساس ان انا عشان ظروفي الماديه اتغيرت شويه فبقت هي ما بقتش معايا زي الاول. فحضرتك بتتكلم بتقول طب ما ربنا اعلم بان الام اللي في قلبها ايه. ولا تقل لهم اوف ولا تنهر، هما ما حدش فينا ينهر اهله ولا يضحك. يا استاذه مهما فعلت امك معك من عقوق عليك ان تتقي الله فيها. لو انها عصت الله فيك اطيعي انت الله تعالى فيها. لا يوجد هنالك مبرر او مصوغ او اي حجه مقبوله لعقوق الام او لقول اوف، لا يوجد. دي مساله حضرتك محسومه لا غير قابله للنقاش. حتى ولو ان امي ظلمتني واكلت حقي وفرقت بيني وبين اخواتي وفعلت معي ما فعلت، طردتني من البيت، سقتني من المر كؤوسا، انا واجب علي ان اتقبل كل هذا منها وان اعاملها معامله طيبه، هذا حقها علي. اما هي حسابها عند الله. الرسول يقول رحم الله والدا أعان ولده على بره. هي يوم القيامة ستسأل بين يدي الله عن ظلمها بين أولادها وعن عدم عدلها بين أولادها. يوم القيامة ستسأل عن هذه المعاملة السيئة التي تعامل بها أحدا من أبنائها. لكن مش معنى ذلك أن أنا أقول لا هي سيئة معي أو لا توفيني حقي إذا أنا البر يكون معها على قدر الطلب. لا هذا لا يرضي. لا دي مسألة حضرتك غير قابلة للنقاش. حتى لا نفتح المجال امام اي انسان نقول مثلا امي مثلا لا يعني ما بين وبين اخواتي لا تعدل وظلماني وهجراني يبقى انا ابعد او خليني في حالي او لا 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 يمكن لا يمكن. هي سالت سؤالها بقى الاولاني ايه اللي تعمله علشان خاطر تاخد يعني رضا ربنا. رضا ربنا هو العلماء يقولون او السلف يقولون قولا طيبا بيقولوا ايه؟ يقولون اذا اردت ان تعرف منزلتك عند الله فاعرف منزلة الله عندك. أنا علشان أعرف مكاني عند ربنا أنا رايح لربنا هيعمل معايا إيه؟ هيعمل هيكون راضي عني؟ هيعطيني؟ هيرضيني؟ تعالى الآن ما هي منزلة الله عندك؟ هل أنت محب لله؟ هل أنت مطيع لله؟ هل أنت محل ما أحله الله؟ هل أنت محرم لما حرمه الله؟ هل أنت وقف عند حدود الله؟ هل أنت طائع لله؟ والله إذا كنت كذلك اعلم أن لك منزلة عند الله تعالى علية. طب لو الإنسان مع ربنا حاله نص نص يبقى أنت مع ربنا نص نص. طب أنا بعيد عن ربنا يبقى أنت بعيد عن ربنا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نسوا الله فنسيهم لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لكن أنا مثلا أكون محافظ على الصلوات وإنسان بار بربنا جدا ومطيع لربنا وربنا سبحانه وتعالى يعاملني بالسوء لا يمكن. أما أنا إنسان بعيد عن ربنا بعيد وأقول إن شاء الله أنا في الجنة ومن ساكني جنات النعيم ولي عند الله مكانة كبيرة، ماذا قدمت لربك حتى يقدم الله لك ما قدمته له؟ فإذا أردت أن تعرف منزلة الله عندك وما أعده الله لك في الآخرة الآن، ماذا أعددت أنت لنفسك في دنياك وما هي مكانة الله عندك الآن في قلبك حتى تعرف منزلتك عند الله عز وجل. احنا خلاص حلقتنا، احنا عايزين نختم الحلقة مع حضرتك بالدعاء. وقبل الدعاء يعني نصيحة أخيرة في نهاية حلقتنا. والله نصيحة أخيرة أقول لأي إنسان أقبل إلى الله سبحانه وتعالى وتذكر هذه الأبيات الجميلة. يعني أنا العبد الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن، ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني،
من كل عرق بلا رفق ولا هوني. وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتي ليغسلني، فجاءني واحد منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وصب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفني، وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلف من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام، فصلى ثم ودعني، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني، وأخرجوني من الدنيا فواء سفاه على رحيل بلا زاد يبلغني، وأنزلوني إلى قبري على مهل، وقدموا واحدا منهم يلحدني، فكشف الثوب عن وجهي لينظرني، فأسكب الدمع من عينيه أغرقني، ومنكر ونكير ما أقول لهما، قد هالني سؤالهما جدا فأفزعني، فأقعداني وجد في مساءلتي، ما لي سواك إلهي من يخلصني، واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي، وحكمته في الأموال والسكن، وصيرت ابني عبدا ليخدمه، وصار مالي حلا لهم بلا ثمن. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل خرج منها بغير الحطن والكفن. الله، ده أحلى ختام لحلقتنا النهاردة. بارك الله فيك. وربنا يرحمنا كلنا ويخرجنا من الدنيا على خير. وبشكر حضرتك جدا في نهاية الحلقة. شكرا لحضرتك وشكرا لكل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.